السلام عليكم. كيف نستفيد من الفازلين؟ هذا المرهم الموجود في أغلب المنازل وسعره في متناول الجميع رخيص، بس الاستخدامات وأسرار في العناية راح أذكرها لكم في هذا الفيديو تجعلكم تستخدموه باستمرار وتستفيدون منه أقصى استفادة، سواء بترطيب وليونة البشرة، التخلص من التشققات والجفاف، من تشققات الشفايف، العناية باليدين والأقدام. أيضا استخدم قبل بعض الكريمات لمنع آثارها الجانبية، أو حتى بعد الكريمات للحفاظ على النتيجة وزيادة مفعولها. أيضا استخدم طفح الحفايض وللمرضى الإكزيما، وأيضا استخدم للجروح والكشوط، وعدة استخدامات أخرى ممكن أول مرة تسمعونا بها، مثل استخدام قبل العطر يزيد فعاليته بنسبة كبيرة جدا، راح أذكرها بهذا الفيديو بالتفصيل. يا ريت إذا كنتم جدد تشتركوا في القناة حتى تستفيدوا من الفيديوهات اللي أنزلها باستمرار، تدعمونا بلايك. وهي نبدأ. في البداية خلونا نتعرف ما هو الفازلين وكيف يعمل في البشرة، كيف يرطب البشرة. فازلين هي مادة اسمها بتروليوم جيلي، هذه مادة نقية تستخدم من قديم الزمان وتعتبر قاعدة للأدوية للخلطات المنزلية، المادة الفهيكل. هذه المادة يعني تعمل طبقة حماية، سكين بارير، يعني حماية في الجلد تمنع نفاذ أو حتى تبخر الماء من الجلد، تحافظ على الجلد بليونة ونعومة ورطوبة والماء الموجود في الجلد. يعني على أساس هذه الطريقة راح تستنتجون استخدامات عديدة، بحيث أني تعمل سيلينج، تقفل المسام، تمنع تبخر الماء منها، بنفس الوقت تمنع نفاذية الأشياء إلى البشرة. فبواسطتها راح نستخدم أشياء عديدة جدا. من أهم هذه الاستخدامات نبدأ بالوجه مثلا لترطيب الشفايف ومنع التشقق حتى لا يتبخر الماء الموجود في الشفايف، بنفس الوقت حتى اللعاب اللي نلعق فيه الشفايف تسبب جفاف ومشاكل، أو بعض البنات اللي يلعق حولين الفم سبب الاسمرار ممكن تستخدمون الفازلين. استخدامات أخرى ممكن تستخدمون الجفن اللي فيه مثلا إكزيما وجفاف بسبب الفرق تسبب هالات، نستخدمه على الجفن من فوق. أيضا ممكن استخدام حولين العين الزوايا، المنطقة هذه اللي تتكرمش، أن يكون الجلد في ليونة ما رح تظهر الخطوط الرفيعة والتجاعيد، فكمية بسيطة هنا حولين العين في الجفن حولين الشفايف، هذا الاستخدام الصحيح. أيضا من استخدامات الفازلين للوجه أنه يعمل طبقة حماية يمنع نفاذ مواد العلاجية إلى الجلد. فكيف نستفيد منه؟ على سبيل المثال مشتقات فيتامين ألف، الإكراتين أو الدفرين أو الريتينويل، في ناس كثير حرموا من استخدامها، سببت لهم تهيج حوالين الفم أو حوالين أنف أو زوايا أو تحت العين، لأن الجلد هنا رقيق وحساس. فننصحهم قبل ما يستخدموا مشتقات فيتامين ألف يأخذ طبقة خفيفة جدا حتى بعواد القطنية، يحطونها حوالين الفم وتحت العين، وبعدين يطبقون مشتقات فيتامين ألف، راح يستفيدوا منها بدون تهيج لهذه الأماكن. أيضا من استخدامات مع البخاخ المينوكسيديل، بنات يبخونه ويناموا في ظهر لهم شعر في أماكن غير مرغوبة، فممكن استخدام على منابت الشعر الفازلين، بحيث أنه إذا تسرب ما رح يظهر شعر، ما رح يخترق الجلد. حتى تثبيت الحواجب بعضها نستخدم البنات أو اللي يرسموا الحواجب بالمينوكسيديل، ما رح أعطيكم وصفة، فممكن حولين حواجب ترسمونها تعملون حولها فازلين حتى ترتسم بشكل صحيح. ايضا الاشخاص الذين يصبغون الشعر ممكن قبل الصبغه يستخدموه على منابت الشعر، بحيث ما يظهر اللون الشعر في اماكن غير مرغوبه. بالنسبه لاماكن الممنوع استخدامها في بقيه الوجه، تحت العين ممكن يسبب ميليا، ظهور حبوب صغيره، او حتى في الرموش بعضهم يستخدموه، هذا ممكن يسدها ويتكون كيس دهني. طريقه كوريه لترطيب الوجه كامل باستخدام الفازلين، وانا ما انصح بها، لان تسد زي ما قلنا المسامات، تكون بشرة عرضة لتراكم الدهون في المسامات اللي تفرزها البشرة، وتكون بيئة خصبة لنمو البكتيريا ثم ظهور الحبوب وتوسع المسامات. هذه الطريقة لا أنصح بها، بالرغم بعض الناس يقولوا استخدموها للبشرة، أنا لا أنصح حتى في أماكن معينة، تيزون خاصة هذه المنطقة، البشرة الدهنية، البشرة المعرضة للحبوب، تبعد عن استخدام الفازلين خاصة في الجبين والتيزون، بحيث يكثر منطقة الدهون فيها. البشرة الجافة اللي ما فيها مسامات ضيقة جدا أو فيها تقشر ممكن تستخدم. بعد احنا ننصح البشرة الدهنية تختار مرطبات نون كوميدوجينيك، يعني لا تسد المسامات، تكون هيدرا مائية مثل بايدرما هيدرا، أو تكون على شكل لوشن، قاعدة مائية يمتصها البشرة بسرعة بدون ما تسد البشرة. هذا الخيار الأفضل ترطيب البشرة الدهنية. من أسرار التجميلية لاستخدام الفازلين، تحطون كمية على أماكن النبض
وتبخون عطر، عطركم مميز، حتى لو كان غالي بعض الاحيان يقعد ساعه ساعتين ويروح، لا عندما تبخونه على الفازلين راح يدوم 5 أضعاف وقت اطول، وتتمتعون بالريحه الحلوه. ايضا يحمي البشره من العطور بحيث ما تهيج، فعده استخدامات. ومن استخدامات الفازلين اليدين، نبدا مثلا انت في المطبخ تحطين فازلين قبل ما تغسلين الاطباق في المطبخ، لان او بسبب المنظفات تسبب جفاف وتشقق وتجاعيد مبكره لليدين. فقبل ما خاصه البنات اللي ما يستخدمون الجلافز ممكن يستخدمون الفازلين كحمايه لليدين حيث تحافظوا على نعومتها وممنوع تشقق اليدين. ايضا الاظافر اللي تتكسر اللي تستخدم الفازلين بشكل مستمر للاظافر راح تحافظ على اظافر فيها نعومه وليونه وما هي متكسره. ايضا تقدرون تستخدمونها مثلا تشققات الاقدام، لو استخدم مثلا اي ماده فعاله مثل يوريا للاقدام او اليدين كمرطبه ممتازه جدا، وتضيفون لها طبقه اخرى زي الساندويتش يعني يسمونها فازلين، راح تزيد فعاليه هذه الماده الفعاله عده اضعاف. حتى الوجه لو في مثلا هيلورونيك سيروم الغالي وحطيتهم بكميه بسيطه من الفازلين على الهيلورونيك راح يدوم فترة أطول ويمتص البشرة بالكمية الكبيرة جدا. الأشخاص المصابين بالإكزيما بسبب الجفاف، الفازلين مرطب جيد لحماية حاجز البشرة والحفاظ على ليونة ورطوبة ونعومة البشرة. أيضا أثناء الجروح أو القشور السطحية ممكن تستخدمون الفازلين، وحتى الأطفال لمنع تسلخات الحفائض يعمل طبقة حماية يمنع تسرب البلل إلى الطفل والتحسس، حتى كبار السن المقعدين يستخدمون الحفاض. أيضا أثناء الحج أو العمرة الأشخاص السمان أو بشكل عام ممكن استخدام الفازلين خالي من العطر، يعمل طبقة حماية يمنع التسلخات بسبب المشي أو السعي. أيضا ممكن استخدام بطرق أخرى حتى لأطراف الشعر التالف، البنات اللي يعانوا يحبون يلمعون أطراف الشعر ممكن استخدامه، حتى الشباب اللي خلص عندهم الوكس ممكن كبديل للوكس يعني مرطب ملمع للشعر. صح باستخدام الفازلين كطبقة حماية للأشخاص اللي يستخدمون محاليل الحمضية اللي يزيلون بها الثآليل مثل أفوماك حتى يمنع تضرر الجلد السليم. ودائما أنصح باستخدام الفازلين على بشرة رطبة بعد ما تأخذ شاور أو بعد استحمام حتى يحافظ على الماء في الجلد ويمنع التبخر. وبعد السباحة مثلا الشباب اللي في الجيم يستخدمون، أنا ألاحظهم فازلين. وبالنسبة لاستخدام الفازلين وظهور طلوع في الشمس هذا ما أنصح فيه، ممكن يسبب تسمر للبشرة. هذه أهم النصائح حول استخدام الفازلين، أتمنى قد أفدتكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك ودعمي بلايك، اكتبوا لي في التعليقات.